ناخذ سؤال شباب تفضل. نفع الله بكم يا شيخ وأثابكم. ذكرتم وهذا أظن الجميع نتفق أنه يجب يعني على المسلم الانتماء إلى المنهج السلفي خاصة أو مع شيوع هذه الفرق وهي لابد منها واقع هذه الافتراق في الأمة. لكن السؤال هل يطرد هذا الكلام للداعي أو للداعية الذي يدعو غير المسلمين ويواجههم ويجابههم لأن هذا يسبب حرج شديد عند غير المسلم وخاصة أن الله تعالى يقول هو سماكم المسلمين أو من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قال إنني من المسلمين. فهل هذا أيضا هذا الداعية يجب عليه أن يصرح ويقول لا بد أن تنتموا إلى السلف الصالح منهج أهل السنة والجماعة أم ماذا يعني ما هو الموقف الصحيح لهذا الداعية؟ بارك الله فيك. لا شك أن الله أوجب عليك إجابا إذا دعوت الناس أن تدعوهم إلى الإسلام والإيمان والإحسان، ومقتضى ذلك هو الدين الحق الذي قال الله عز وجل فيه إن الدين عند الله الإسلام. لكن تعلم أن هذا الإسلام الذي أوجب الله عز وجل أو أوجبه الله عز وجل على الناس وجعله الدين الخاطئ أن السلف بينوا، ولولا بيان السلف ما عرف الإسلام، ولذلك يرد على هذا القول بأن الجهمية على الإسلام والرافضة يقول نحن على الإسلام والإباضية يقولون نحن على الإسلام والمرجئة يقولون نحن على الإسلام والقدرية يقول نحن على الإسلام والإخوان المسلمون يقولون نحن هذا هو الإسلام والتبليغ يقولون لا إسلام إلا ما دعونا إليه وهكذا. فهل أنت ستدعو على وفق دعوة هؤلاء أو تدعو على وفق دعوة سلفك الصالح؟ لا شك أنك ستقول إني سأدعو إلى منهج سلف الصالح. ويا أخي أنت إذا دعوت إلى العقيدة الصحيحة وإلى العبادة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وترك البدع وإلى السلوك القويم والمنهاج القويم هذا هو الإحسان. ما عليك بجديد أنت، ما هو لازم أنك تمسك تقول قل أشهد أني سلف، لا ما يلزمك هذا. أنت يلزمك تدعو إلى العقيدة الصحيحة التي بينها الإسلام، العبادة الصحيحة، المنهج القويم الذي جرى سواه السلف، أن دعوت إلى منهج السلف، هذا اللي نريده منك. نعم. بل ضروري أن يشرح ويبين لأنه قد يرى. أحسنت، لكني أنا سأضيف على كنت. وأثناء دعوتك إلى العقيدة الصحيحة والعبادة الحقة الخالية من البدعة والمنهج القويم لا بد أنك أثناء هذه الدعوة ستقول لمن دعوت هذا منهج سلف الصالح، هذا المنهج الحق، واعلم أيها المسلم أنك إذا دخلت الإسلام ستتجاذبك الأيدي وستتجاذبك الفتن وستتجاذبك المناهج، فعض على منهج السلف الصالح بالنوادر، هذا الذي يجب عليك والحمد لله. بارك الله. نعم. شكرا. تفضل.